مساء الخير. منتابع الليلة موضوعنا عن النازحين من سوريا. الأسبوع الماضي تنقلنا بين البقاع الشمال والجنوب. مشاهد من البؤس والذل توالت أمامنا. اليوم المشهد بيختلف، فمن الطبيعي أن يبحث النازح عن عمل، عن مأوى ليأمن مصدر رزق لإله ولأسرته، ولكن على حساب من يتم إيواءه وتوظيفه. سوريا عاصمتها دمشق بتحدى الأردن جنوباً، تركيا شمالاً، العراق شرقاً، فلسطين ولبنان غرباً. لبنان يعتبر من أصغر البلاد العربية من حيث المساحة. من الغرب بحد البحر الأبيض المتوسط، من الجنوب فلسطين، ومن الشمال إلى أقصى الشرق بتحد سوريا. مع بداية الثورة بسوريا فتح لبنان حدوده للاجئين السوريين مثله مثل سائر البلدان العربية والحدودية مع سوريا. لكن مع استمرار وتصاعد وتيرة الاشتباكات بسوريا زادت نسبة النازحين والهاربين من الموت وتخطت التوقعات. لهالسبب كتير من البلدان أكفرت حدودها بوجود اللاجئين، ليس بغية عدم المساعدة بل لتخطيها رقم المحدد اللي بتقدر له وتفادي حصول أي خلل اقتصادي اجتماعي فيها. بس دي صار لك قد صار لكم بلبنان؟ ما صار لي 20 يوم يعني. صار لي هون 5 شهور. صار لي 10 ايام. صار لك كم يوم؟ كم يوم زيين؟ لبنان ظل وما زال يستقبل اللاجئين السوريين في ظل غياب أي خطة اجتماعية اقتصادية للحفاظ على بنية اجتماعية سليمة لللبنانيين المقيمين ببلدهم أولاً والسوريين اللاجئين ثانياً. لذلك نزل فريق تحقيق على الأرض ليعكس الواقع مثل ما هو. شو اسمك انت؟ شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ عم بيعملوا سلاسل. انتو شو جنسيتكم؟ سورية. سورية؟ جايين جديد على لبنان؟ ايه. قد ايش صاركم بلبنان؟ صرنا من زمان يعني جينا شي صرنا 10 ايام. 10 ايام؟ ليش جيتوا؟ اول شي كنا بسوريا قاعدين، شفنا جينا اجوا لوين؟ على البيت تبعي. خلوا بدك فلوا من هون احسن ما عوزكم. جبنا اغراض كله طبقناها، رحنا جبنا سيارة، ركبنا 2000 ليرة وصلنا على الكراج. من كراج الليلة على لبنان طلعنا وجينا لهون. قال لك كمان هون كمان عملوا مشكل هون، صار يعني ما بعرف عم يضربوا السوريين هيك. هون كمان نحن عم نعيش، جرحنا لهنيك بدي موتونا، جرحنا غير ما تروح بدي موتونا. نحن هون نضل نعيش نشتغل نبيع لوط نصيب نعيش تبعتنا. امي بي من يشتغل من كل عالبيت. قد عمرك انت؟ 11. بعمر 11 سنة عم يشتغل بالبرد لمساعدة أهله. وعلى بعد شارع فقط وبالقرب من النفايات ولد أو طفل سوري ما بيتعدى 5 سنوات عم بينبش على حيالله شيء ممكن يسدله جوعه. ولما شافنا عم نقترب خاف هرب، وكأنه الإنسان بنظره تشوهت صورته فأصبح وحش قاتل من الضروري الابتعاد عنه. هل يصدر لك من البيت؟ خمسة. شو؟ خمسة. انت ومين جيت؟ امي. انت ولد ما؟
كشف التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلبنان أن عدد النازحين السوريين بلبنان بلغ 170,637 نازح، من بينهم 126,724 مسجلين لدى المفوضية و 42,913 من المقرر تسجيلهم. وأضاف التقرير أنه خلال شهر ديسمبر تم تسجيل أكثر من 24,000 لاجئ في مراكز التسجيل، ولهالسبب زادت نسبة العاملين السوريين يلي بينطروا على الطرقات من الساعة 5 صباحا للساعة 6:30 مساء بغية العمل في الورش من 6% إلى 17.3%. يعني عم تتراوح يوميتهم بين 25 و 30 دولار. طيب كثير منيح، بدي اسالك سؤال، بما انه انت بتجي يوميا لهون، عادة زادت اعدادهم ام لا؟ بشكل عام زادت اعدادهم دوبل. دوبل. يعني هون على هيدي النقطة نحن هلا جايين بوقت متأخر. نعم، تقريبا ثلاث ارباعهم طلعوا دجا. مظبوط. هلا يعني عادة انت بتلاحظ زادت؟ كيف يعني دوب؟ شو صار؟ يعني بتصور انه نسبة النازحين من سوريا لهون على لبنان هلا ضعفت اعدادهم. وكلهم بحاجة لشغل مثل ما انك شايف، يعني هلا عم يطلبوا يوميات 30 دولار يمكن تنزل معهم لل 20 20,000 يمكن كمان لأنهم مضطرين يشتغلوا. وهيدا الشيء انت بتفيدك شخصيا؟ شخصيا ايه بوقت الحالة. هيدا هو الواقع اليوم، فالتاجر بهمه التوفير من كلفة اليد العاملة بهدف الربح طبعا، وهيدا التكتيك ما اقتصر على قطاع او قطاعين فقط، بل بلش يهدد كل اليد. يعني نحن طبعا بدك تعرف المعلم اللبناني اغلى من المعلم السوري، وعندك اوقات بيجيك معلمين سوريه اللي هن كفؤين اكثر من المعلمين اللبنانيه، بس سعر بنص السعر. يعني هلا على الكتره صار، يعني مش عم نستغني عن كل معلمينا اللبنانيه، بس انه صار في محلات عم نضطر انه معلمين ثلاثه لبنانيين نشيلهم نحط بدلهم سوريه، عم نضطر. ولنلمس أكثر الواقع، انتظرنا لتصير الساعة 7 مساء وقت انتهاء العمل تحت جسر برج حمود النبعة، وشفنا أعداد لبل أسراب من السوريين يلي عم يعبروا الطريق ويكبلوا على بيوتهم، عمال من جميع القطاعات، من معامل شوكولا لمعمل خشب ونجارة، معمل خياطة، ألبسة وغيرها وغيرها من الوظائف. ولنعرف أكثر عن أوضاعهم قمنا بجولة مع كاتيا المساعدة الاجتماعية. نحن هلأ صراحة حبينا نفوت على النبعة، لأنه رح تكون هي مثل سامبل عن الوضع اللي عايشينه العالم بهالمنطقة، كان لبنانية أو سورية. أوكي. رح نقدر نشوف عدة أمثلة عن طريقة العيش اللي هلأ حالياً نحن عم بيعانوا منا الطرفين. طب هلأ هون نحن عم نشوف محلات، شو هون؟ مزبوط، نحن هلأ نحن وماشيين على الطرقات مثلاً، ما هيدا المحل اللي لفت لنا نظرنا. أوكي. يلي هو مفروض عمل، مكان عمل، مزبوط ولا لا؟ أوكي. بس من الظروف اللي صايرة، يعني لاحظ الشباب قاعدين ونايمين، معناتها صار محل عمل وحتى مكان إقامة، هو أصلاً منه مقبول لا كمحل عمل ولا كمكان إقامة. أكثر من 50% من محلات النبعة يلي كانوا أربابها لبنانيين تحولت لتصبح محلات وشقق للنازحين السوريين. الواجهة مبينة إنه محل تجاري عم بيشتغل. منفوت لجوا. مساء الخير، كيفكم؟ وعلى شي الأزرق؟ بتلاقيها إنه صارت شقة سكن. أوكي؟ يعني حتى لجوا بعد في المطبخ صار، هيدا هو محله وشغله ومنامته وكله على بعض. الواقع مذري، ومن الصعب إيجاد كلمات بتعكس الواقع أكثر من الصورة. رح نكفي مشوارنا ك
مركز زورتنا بالاحرى حتى نشوف نشوف انواع ثانيه من طريقه العيش، ونشوف انواع ثانيه من المشاكل يلي بلشت تتضخم وتاثر على الكل. المشاكل بالجمله والمفرق بمنطقه النبعه، والنزوح السوري الكثيف زاد الوضع مأساة، وأصبح هناك نوع من معارك صامتة بين سكان النبعة والسوريين، والمنافسة التجارية أصبحت بأوجه. أنا مثلاً سمعت من فترة أنه البلدية هون بالمنطقة عم بتحارب العربيات وعم بتخليهم أنه ممنوع يوقفوا فيها. أنت كيف واقف؟ لحقوك شي مرة؟ نعم. ابدا ما اجى ولا حدا من البلديه صوب؟ يعني ما بيخلى الامر. عادي 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 ولا قالوا لك شيء؟ ما بيخلى الامر يعني. اوكي يعطيك العافيه. مثلا عندي عائلتي اللبنانيه، لحقوهم لحقوهم. وعلى بعد امطار من عربه الرجل اللي عم يبيع خضار، محل خضره تملكه امراه لبنانيه. احنا ما بنشتغل قد ما بيشتغلوا العربيين. ليش؟ ليش؟ لانه هن بيبيعوا ارخص منا. نحن عنا اجارات وعنا كهرباء وعنا 100 شغله واجار شغيل، وهن شو في عندهم؟ هن لو حط 250 على الشغله مثلي مثلهم بضل ربحان اكثر مني. لما انا بجيب البطاطا ب 1100 ليره ب 1250 ليره، هو ببيعها ب 1250، انا كيف بدي اتوفي معي 1250؟ أنا فرق علي كثير. لما أنا بشتغل يومية 300-400 ألف، مش عم لحق 100 ألف يومية. وأنا بنانية وعندي أجار بيت، أجار غير محلي وغير كل المصاريف. أنت بتعرف مصاريف البلد. كاتيا منغوص أكثر بأحياء النبعة. هي المشكلة صراحة بهالكم الهائل اللي فات بسرعة قوية على بلدنا اللي غير مجهز لاستقباله، واللي أصلاً عم بيعاني من نقص تجاه مواطنين. جورج. نعم. على السلامة. الله يسلمك يا رب. كيفك؟ ويطولنا بعمرك يا رب. كيفك؟ ماشي؟ ماشي الحال. عبير ليه هون؟ والله جاي لاكل لقمة أنا وبنتي وسهري وروح على الشغل. كفي الليلة بعد؟ إيه ل 12 وحدة. إن شاء الله خير. كيف هالأجواء هون؟ ماشي الحال. عجقة كثير؟ عجقة إيه ولا أكثر من هيك عجقة. أصوات؟ أصوات بشعة بالليل. يعني سهر دائم، حياة دائمة، معلش. حلو، شيء حلو. بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نتحمل حلوة والمرة. تحملنا كتير قد ايه بعد؟ أكتر من هيك بس بزيادة. خير يا رب، خير. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. السكان أعربوا عن رأيهم بحقيقة صار من الصعب إخفائها. أصرت كاتيا أخذنا عند عيا اللبنانية بتسكن بالنبعة. هيدي العيلة مثلا من العيال اللي صار لي سنين بعرفها، بتفاجأ بين ليلي والتانية انه اجت صاحبتها لعندها. كمان يلي صاحبتها من العيال اللي بعرفها من مدة، انه لانه كحشوها من بيتها، انكسرت على اجار البيت اللي هي فيه، كانت جامعة العيلة اللبنانية كأم وبي وولاد، وفجأة صارت مشردة، فاضطرت تجيب تجي لعند صاحبتها. وما بعرف قد ايه رح تحملها صاحبتها، يعني كمان مبلومه لانه هي عندها كمان مشاكلها، بس بنظره ثانيه رح نصير مثل ما عم بيعملوا. مساء الخير. رح نصير صراحه مثل ما عم بيعملوا السوريين، رح نصير نضطر نخلي 3-4 عيال لبنانيه تعيش مع بعضها فرد شقه. بيت مؤلف من غرفة نوم، صالون، مطبخ وحمام.
تسكنوا عائلة لبنانية، واليوم هالعائلة استقبلت ريتا اللي طردت من منزلها وعملها. أنا كنت أشتغل بمعمل شوكولا، جاب ناس أجانب شحطني صاحب معمل الشوكولا، وعندي ولدين حطتهم داخلي وعند مدام كاتيا. قلت لها مدام كاتيا خلي لي ولادي عندك لأن ما فيني طعميهم لأولادي، وقاعدي بلا شغل وما عندي بيت. جوزي بياخد الصبي معه عند أهله، أنا اللي بياخد البنت معي عند أهلي لأن ما في بيت عندي. بس اللي زعجنا فعلا هلا انه بطل ممنوع، صار اللبناني بقى يطلع له غرفه حتى بالنبعه. هيدي هي اللي تعبتنا كثير كثير، انه حتى اللبناني هلا بهالوضع هيدا ممنوع يطلع له لو غرفه يقعد فيها هو وعائلته. لانه كنا مستاجرين بيت نحنا، وشحطنا صاحب البيت وقلنا بدنا نجيب اجانب غيركم. شو يعني اجانب؟ سوريين. سوريين؟ ايه. قديه كنت تدفع اجار البيت؟ $500,000. اليوم هلا صرنا فوق الريح الحمد لله. ال 350 برضه ما بقى مقبول فيها، صار بده $500. وانتبه في شهر بدنا نلفت نظر العالم علي. نحن ما بدنا نقوم كمان على صاحب الملك، ما منلومه كثير، لانه كمان يعني مثل ما بيقولوا شو وقفت علي وصل لمن بيلاقي حاله هالأجار يلي عم يوصلوا كان $300 وقادر يوصل لل $500 أو $600. لأنه كمان شو السبب؟ عم تجي الحمد لله العيال السورية عم بيعيشوا عائلتين ثلاثة مع بعضهم. إذا بتقسم $500 على ثلاث عيال بتكون هينة، بس وقت $500 بدها تعيش، بدها تضطر تدفعها عائلة وحدة، يعني رب عائلة وحدة، يعني يلي هو المورد الوحيد للعائلة، مش رح يقدر يدفع. مشان هيك صارت المشكلة على اللبناني كتير أكبر. عم نلاقي حالنا فجأة كله مجبور يترك بيته، كل اللبناني مفروض تطلع برا لأنه في أفضل مين عم بيدفع، وفي اللي عم بيدفع أكتر، و مثل ما بيقولوا ثلاث نقط، كل واحد يفهم اللي بده إياه. ومن مبنى لآخر، مشكلة ذاتها لكن أصحابها تختلف أساميهم. كمان رح نشوف عينة صغيرة عن طريقة العيشة بهالأوضاع الجديدة التي استجدت على لبنان ولم يكن لبنان مجهزا لها، هي هيدي المشكلة. وما كنا ندخل المبنى نتفاجأ بمنزل بمدخل البناية جرت عليه بعض التعديلات. مثلا ليكو هون هيدي بالاصل كانت شقه وحده، يعني اصلا مساحتها ما بتطلع شيء. كان فيها ثلاث غرف مع الحمام الصغير. صاحب الملك الحمد لله قسمها، عملها ثلاث شقق، ثلاث غرف حتى يسكن فيها عدد اكبر من العمال. يعني هلا بعد ما وصلوا، يعني لو وصلوا كنت بتشوف هون مثل كانه مخيم كامل. للضروري التوضيح انه الجشع واستغلال المؤجر للظروف الراهنة أدى إلى تحويل المطبخ إلى غرفة سكن للسوريين، وأصبح المطبخ والحمام بغرفة وحدة ما بتتعدى المترين. يعني صرنا غرف على أقسام مشتركة واحد، وهيدا هون تحت درجة، نحن على تحت بناية. مع كاتيا المساعدة الاجتماعية ننتقل من الطابق السفلي للطابق الأول. أوكي، مثلاً إجاني اليوم تليفون عن ست بهتم فيها إنها إجت لهون حتى لأنه مضطرة بدها تترك بيتها سريعاً، جاي تسأل صاحبتها إنه بدها تقعد عندها هي وولادها هالفترة بما لقيت شقة. رح نطلع نشوف الست ونشوف شو رح تجاوبنا. كنت عم بشتغل بمطعم، وقفت لأنه أنا بقبض $400 وطلبت زودة، قال لي ما في يعطيك زودة، محلك بجيب اثنين أجانب بيشتغلوا. أجانب يعني شو؟ سوريين.
قال لي فيك تتركي وتمشي، ما بتناسبيني بقى. وانا لانه انا اجر بيتي 350 دولار ومعيشه 400 دولار وما عندي معين تاني، وانا مسؤوله عن الاولاد وما عندي اي مدخول تاني، اولادي كلهم قاصرين وبالمدارس. اليوم جوزيفين ساكنه عند رفيقتها من بعد ما طردت من عملها ومنزلها. وسخرية القدر شاءت أن ريتا اللي استقبلت جوزيفين بمنزلها المتواضع بلغت من صاحب الملك أنه لديها فترة 30 يوم لإخلاء المنزل. أما السبب أكيد كلكم حفظتوه. نحن ما بقى لنا شغل وما بقى لنا محل ببلدنا، وبلدنا منه لقلنا وصار للغرب، وما بقى نتأسف على اللي عم بيصير فينا نحن. إنه إذا طلع ابني حرامي بكرة بيحطوه بالحبس، ما بيسألوا ليش طلع حرامي. إذا ما عندي مأوى أحويهم بقى، ما عندي محل نيمهم، وين بدي نيمهم؟ بروح بسرق شو بعمل؟ وما في حدا يطلع فينا. نحن اللبنانيين صرنا غرب ببلدنا. شو الإجراء اللي أخذ صاحب الملك هلا جوزيفين؟ الإجراء الأخير إنه معي مهلة لبكرة أنا أترك البيت، وما عندي أي محل أرجع أنقوي فيه، وما عندي أي شيء أعمله. كان صار لك ليلتين، كيف عايشة هوني؟ عايشة بلا مي، قطع عني المي، قطع عني الكهرباء، وكل دقيقة بيحطني برعب. من المحال إجيت حل. لهالحالة طالما الدولة اللبنانية غافية عم تستمتع بنوم العميق وتركة شعبها يتشرد على الطرقات. ما نحن أصلاً بهالدولة للأسف، عم بحكي من قلب مجروح، ما شفت بلد بالعالم الدولة ضد المواطن مثل عنا، وهيدي بحرقة بحكيها. من بيروت إلى صيدا إلى مخيم عين الحلوة الفلسطيني، اخترنا هذا المخيم لأنه الأكبر، لأنه الأكثر كثافة بالسكان، لأنه بيراكم منذ سنوات أزمات اجتماعية وإنسانية، والنقطة الأهم لأنه مخيم عين الحلوة أرض خصبة لتفاعل مجموعات مسلحة متطرفة ولإيواء الهاربين من القضاء، عوامل جعلت منه بؤرة أمنية من الصعب السيطرة عليها. فكيف بالأحرى إذا صار اليوم ملجأ لآلاف النازحين من سوريا؟ مخيم عين الحلوة الأكبر بلبنان، المقيمين داخله بيعدوا حوالي 85 ألف نسمة، أما اليوم فحجم السكان زاد وأدى إلى عدد يناهز 97 ألف نسمة، رقم كارثي لأنه بفوق قدرة المخيم على استيعاب 12 ألف نسمة إضافية يلي دخلت إليه. 12 ألف نازح سوري، 2500 عائلة سورية، 12 ألف نازح، 12 ألف مشكلة جديدة أضيفت إلى الكوارث الإنسانية الاجتماعية والأمنية يلي بيعاني منها المخيم منذ سنوات، والآتي أعظم. هاي بالتزايد وأعداد بشكل يومي عم بتزيد، يعني عندنا بين حلو بعطيك مثل وباقي المخيمات هيك طبعا، كل يوم في من 30 ل 40 ل 50 عيلة عم تدخل. محطتنا الأولى كانت عند الليني، المسؤول العسكري السابق وقائد قوات القسطر. مرحبا. قائد قوات الكفاح المسلح يلي تم حلا ومزجا داخل قوات الأمن الوطني. بالطبع كان من البديهي أن نستفهم بالبداية عن الأزمة الناجمة عن زحف النازحين الفلسطينيين إلى المخيمات، وبالدرجة الأولى أزمة السكن.
يعني عم ندور على غرفة، عم ندور على خشبية لنقعد فيها عيلة أو نقعد فيها، فالأمور بالتأزم. بعدين هاي الحالات الاجتماعية طبعاً بلشنا نلمس ونشوف أخواننا باللجان يمكن باللجنة الأمنية عم بيطابعوا بعض المشاكل، صار في حالات طلاق، صار في مشاكل، صار في شجار، صار في زعل، صار في تباعد، صار في هاي المشاكل عم تنتج. حتى نكون واضحين أكثر، لا الكل المنظمات الدولية وإن كانت المؤسسات الأهلية وإن كان فصائلنا والمنظمة التحريكة الكل عنده تقصير. هذا التقصير مش مبرر، المفترض يكون في تحرك موحد لكافة هاي الفصائل لكافة هاي المؤسسات، توحد خدماتها باتجاه أنه نخفف من معاناة. إحنا منقول المعاناة كبيرة، معاناة النازح كبيرة، كان مسكن كان مأوى كان مأكل، كان في متطلبات كثيرة لهالنازحات حتى نقدر نستوعب ونقدر نخفف من معاناته. لنفهم أكثر تركنا لينو وجلنا بأنحاء المخيم. بيحوي مخيم عين الحلوة العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، واليوم شرع عين الحلوة أبوابه أمام النازحين الفلسطينيين اللي هربوا من مخيم اليرموك والمخيمات الأخرى بسوريا. دخلنا المخيم، غصنا بأزقته لنحط رحالنا عند محطتنا الأولى بمركز اللجنة الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمخيم عين الحلوة. وعند دخولنا رأينا العشرات من العائلات منتظرين دور ليتسجل. منتظرين دور ليحصلوا على مأوى، على مسكن، وعلى رغيف خبز. والعملية بتتم من خلال تعبئة استمارة بيوضع عليها المعلومات الأساسية. بصراحة احنا بعين الحلوة اللي الكل بيعرف احنا 2 كيلو بكيلو متر مربع تقريبا فيه 80-90 ألف نسمة، بنعاني من الأزمة السكانية قبل ما يجوا إخواننا النازحين من مخيمات سوريا عندنا على على المخيم. إذا السؤال اللي بيلمع براسنا هو وين رح يناموا؟ كيف رح يسكنوا؟ كيف رح ياكلوا؟ ما حاطين يعني عدد معين قديش ممكن يجي. يعني بشهر 9 كان عندنا 190 عائلة، شوي صاروا 600، شوي اليوم احنا بال 2200. ما في يعني كم محدد ممكن نحكي فيه، لكن اهلنا بعين الحلوه انا متاكد انه ممكن يفتحوا بيوتهم ويصير كفاله اجتماعيه، كل عائله فلسطينيه مستقره بعين الحلوه تتبنى عائله نازحه. مصادر الإغاثة كتيرة، من جمعيات مجتمع مدني ومنظمات محلية ودولية، كذلك تم تقديم معونات من جهات سياسية مختلفة بالبلد، كحزب الله مثلاً اللي قدم 400 كرتونة إعاشة لإعالة بعض من هالعائلة. احنا بصراحة بعد ما سمعنا على الـ على الـ على المعونة القادمة من إيران أصدنا كلجنة شعبية، أصدنا حزب الله، وحكينا لأنه سمعنا بعض التصريح اللبناني أنه هاي المعونة بتخص النازحين السوريين فقط، ما بتخص النازحين السوريين الفلسطينيين. فعملنا زيارة يا أخواننا بحزب الله ووعدونا بمد يد المساعدة المخيم. فعلا بعد أسبوع اتصل فينا الشيخ زيد ظاهر وأمننا 400 حصة، وتمنينا عليه تكون هاي بداية كبداية بيننا وبين إخواننا في الحزب لإغاثة إخواننا. يعني بداية 400 حصة، ال 400 غير كافيين، عندنا بعين الحلوة 2250 عائلة بصراحة. وبعدها اتجهنا لعندهم لنطمن عنهم ونسأل عن أوضاعهم،
أوضاع اللاجئين للتاريخ أعد نفسه مجدداً بذكرتهم. فقد تهجروا 3 مرات. المرة الأولى كانت عام 1948، أما الثانية فكانت عام 1967، والثالثة كانت عام 1970 بعد ما طردوا من الأردن. ها هن اليوم فلسطينيي سوريا عم بيدوقوا مرارة الكأس نفسها. صار في ضرب كثير بالمخيم، احنا اضطرينا نطلع. ايه الصبوتة؟ نعم. ايه والله بتصاوب هون بتر بالإجر. نقدر نشوف اول فجأة الجهاز كمان بالإجر الثاني. هاي الإجر إجر قذيفي علي، بس من وين ما بعرف، يعني من اي مين ضرب عليه ما بعرف. قذيفة بترت إجري وانكسرت هاي، وبعدنا خدي العلاج الحمد لله. وكملنا جولتنا سيراً على الأقدام متجهين نحو منزل آخر. هونيك استقبلتنا روان بنت 7 سنوات، وكانت مرشدتنا للوصول إلى البيت اللي بتعيش فيه. ولم نتفاجأ إنه أكثر من 35 شخص ساكنين مع بعضهم البعض. تركت المدرسة وأصحابي كلهم؟ كانوا يضربوا علينا زي الخروج عشان النظام، يزيدوا قذائف على البيوت، كانوا علينا. وأنت شفتي؟ إيه؟ شفتي هي؟ إحنا بينا راح. هجلان بيتهم راحوا وزدتوا عليهم قذيفة. بس الحمد لله ما صار ولا شيء. وين بتحبي اكثر، هونيك او هون؟ سوريا احلى. سوريا احلى؟ ليه سوريا احلى؟ نعرفها كلها، هون ما نعرف شيء. هون بتخلقوا وما بتخلقوا. اليوم اللي رحنا نصور وراء بدنا نطلع، بدنا نروح على هاي محل، إجت مرة صارت السورية كلها كلاب ما كلاب، نحن كلاب. محمد خيل روان بتراودوا عدة هواجس بهالموضوع، إذ بفضل العودة إلى سوريا على إنه يبقى عايش بهالظروف. اشتقت لهون، هيك بتحب ترجع لهون؟ قولوا لي اليوم أرجع برجع، قولوا لي اليوم أرجع برجع. ما حابب تبقى هون؟ لا. زي نحن إذا بننزل وهاي، ويا ريت عم نتحمم مي باردة. لا شو شو المي السخنة؟ ما هنقدر. هلا بالليل وما عم تجي الكهرباء على طول. يعني إذا بدنا نشغله بالتكمية مرة ننزل. سوريا كنت عندكم مي سخنة؟ أنا عندنا كل شيء. شو ما بدنا نجيب، وين ما بدنا نروح، نبجلنا نروح ولا وين؟ ما في حدا منا بنعرف. هون كل غالي كمان. خانق العالم. لا. هون كتير غالي هون؟ ايه. أعلى من سوريا؟ ايه. عطي زي ما تعرفي. هلا هاي شايفة هاي؟ هاي الخمسة، بنشتري فيها كيس بطاطا هاي، خمسة. خمس شو هاي؟ خمسة شو؟ 5 ليرات سوري، بتشتري فيها كيس بطاطا وبنجوسة. هاي بتشتري فيها كيس بطاطا؟ ايه هاي. هاي. ويعني انتو اذا بالالف كم رغيف بتشتري فيها هاي محمود؟ ايه. بنشتري فيها 3 رغفة. ايه هون. وهون اذا بدنا نشتري الربطة 1050، يعني السورة بتطلع 200 ليرة. يعني 200 ليرة شايفة بتعمل هاي كل هذا. طعميه. بهالبيت بعيش 4 بنات صغار أيتام، نزحوا مع والدهم ووالدتهم إلى لبنان، ولكن ما كان عارف البي محمد الملسي اللي غلبوا اليأس إنه أيامه الأخيرة رح تكون بعيدة عن سوريا، فشنق نفسه بكانون الثاني المنصرم، وذلك لعدم استطاعته تأمين المواد الأساسية
لبناته وزوجته. كان قاعد على اساس ينزل يدخن، ما قلت لك صدر بنته تعبانه، على اساس ينزل يعني يتعشى، وطلعنا يعني نستفيد انه طول، طلعنا نستفيد بعد يعني شي نص ساعه، وهي كان كهرباء مطفيه ما انتبهنا يعني انه طول انه فوق، والله طلعت لقيته شان انا وبنته الكبيره شان مدرسة الكفاح فتحت أبوابها للنازحين ليستقروا فيها مؤقتاً بكفاح، منتظرين العودة إلى منازلهم أو ما تبقى منها. بتضم هالمدرسة عشرات النازحين اللي استقروا بغرف كانت صفوف فيما مضى، فكل غرفة بعيش فيها عائلة أو أكتر، هي نفسها مكان الجلوس، الأكل، النوم والاستراحة. ما زلت أصوات الأطفال ضحكاتهم عم بتملي ملعب هالمدرسة، لربما تمحي ولو القليل من صدى الرصاص والدمار اللي حفر بنفوسهم. أنهينا جولتنا والمعاناة مطبوعة بأذهاننا، والكارثة واضحة أمام أعيننا، والتسولات كتيرة. كيف ممكن أن تؤثر الأزمة الاجتماعية على الوضع الأمني بالمخيم؟ هل ممكن استغلال بعض النازحين الشبان يلي فقدوا كل شيء، بيوتهم، أعمالهم، كيانهم، كرامتهم؟ هل يمكن تحريك مشاعر الحقد والضغينة والرغبة بالانتقام وتوظيفها بنشاطات انحرافية أمنية من قبل منظمات فاعلة بالمخيم؟ حملنا كل هالتساؤلات وعدنا إلى المسؤول الفلسطيني. أي طبعاً بدنا ناخده بعين الاعتبار، وفي مسؤولية على كافة الفصائل بصراحة، ولازم يتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل حتى نرفع الحس الأمني بين هالنازحين، ونعرف كيف بالأول بدنا نعالج الأسباب. هاي الأسباب اللي ذكرتها أنا بالبداية هي رح تنتج وضع أمني بشكل طبيعي. بدنا نطوقه بشكل سلي متكامل. ما بصير أفصل أنا الوضع الإغاثي الإنساني عن الوضع الاجتماعي اللي بدي ينتج عنه عن البعد الأمني، كله مربوط ببعضه. أنا بدي أعالج كل الأسباب لأصل أقدر أعالج، رغم هذا كله الوضع الأمني دقيق جدا، مفروض معالجته بحس أمني عالي بخطة كاملة متكاملة مع كافة الفصائل على الأرض، وهذا مش موجود. القائد العسكري بيتكلم عن إهمال السلطات الفلسطينية وفصائلها لما يجري داخل مخيم عين الحلوة، والسؤال لصالح من تتوسع هوة هذا الفراغ؟ من يملأ شيئا فشيئا، ولا سيما إنه سمعنا خلال جولتنا بعيدا عن رهجة الكاميرا تفاقم أعداد مسلحين لمنظمات كانت محصورة، باتت منتشرة أكثر، مرتاحة أكثر، هامش تحركها توسع أكثر. سمعنا أسماء: فتح الإسلام، كتائب العزام، جند الشام، القاعدة. يعني ممكن هدول النازحين البعض منهم لو حتى بنسبة قليلة، ما بدي أقول بهالعدد الكبير، ممكن بنسبة قليلة يستغل تحت إغراءات مادية أو
اللعب على الوتر الطائفي والآخر. هذا الوتر ممكن ينلعب عليه، وهذا أرض خصبة إسا ممكن يستغل أي شخص أو أي مجموعة بأي اتجاه، وهذا هاجس موجود عند الكل وممكن يصير يعني ما فينا. بس إحنا بنقول نعالج الأسباب بس، ولكن في غياب كامل لكافة الفصائل إنها تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل. اللعبة تتعدى حدود مخيم عين الحلوة، لذلك من الضروري استنفار الجهود لحصر المخاطر وتزويبها. لازم يكون في خطة هناك لاستيعاب الإخوة اللي عم بيجوا النازحين، حتى نأمن لهم حاجياته، حتى لا يستغلوا، حتى لا يستغلوا بأي اتجاه خطير جدا يكون يلعب عليه بالوضع الأمني، إن كان عندنا داخل المخيمات أو يستغل داخل المخيمات لهدف ما أو للجوار. وبيبقى السؤال، لما التغاضي عما يحدث داخل المخيم؟ الغياب هذا إن شاء الله إن شاء الله ما يكون مقصود، إن شاء الله ما يكون مقصود. أمن واستقرار مخيماتنا المفترض يكون فوق أي اعتبار، فوق أي اعتبار. من هون أنا بدأ إخواننا كافة الفصائل أن يتحملوا مسؤولياتهم لتطويق أي مجموعة هون أو هناك من أي عمل أو جر المخيم بأي اتجاه. وهذا جرس انذار خطير جدا المفترض نقدر نطوقه ويكون في عجالة فيه. أعداد النازحين من سوريا بمئات الآلاف لا يمكن إحصائها بشكل رسمي، لأنه عشرات الآلاف دخلوا الأراضي اللبنانية من معابر غير مراقبة من السلطات الرسمية، أو بداعي الهرب من ويلات الحرب، أو لأنهم ما بيملكوا أوراقهم الثبوتية لسبب أو لآخر. هذا لا يبرر عدم اكتراث الدولة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني فيهم، وعدم الاعتناء فيهم بتجميعهم مثلا ضمن مخيمات تلبي الحد الأدنى من العيش الكريم. فإذا قابلت هؤلاء البشر بالظروف يلي عايشين فيها حاليا، بالذل والبؤس والقرف، تشعروا مثل ما نحن شعرنا، شعور بالانحطاط وبالإهانة، وكأنه نحن يلي كرامتنا أصيبت بفعل كوننا كائنات بشرية. من ناحية أخرى، هنالك فئة أخرى من النازحين تمكنوا من الدخول شرعياً، فبدأوا بالعمل والبحث عن المأوى، وشاهدنا كيف اللبناني بيبرع باستغلال ناس على حساب المقيم اللبناني يلي بيعاني هو أيضاً من أزمة عمل وأزمة سكن ومشاكل اجتماعية أخرى متفاقمة. تحقيق اتنقل بكل المناطق اللبنانية، وخلال شهرين ركمنا التساؤلات، فمن بيروت إلى البقاع، من بعكار إلى النبطية، مروراً بصيدا وصولاً إلى مخيم عين الحلوة الفلسطيني، نسأل عن الأخطر. في ظل الإهمال والتجاهل تتنامى مجموعات متطرفة أصولية لأرض خصبة، فعلى أطراب الفقر والبؤس والذل إلى أي درجة يمكن اصطياد هؤلاء الذين فقدوا كل شيء، كرامتهم، عزة نفسهم، منازلهم، أسرهم؟ وبغمرة الصراعات المذهبية والطائفية المتداخلة والمتواصلة بين لبنان وسوريا، إلى أي درجة يمكن استغلال مشاعر الحقد والضغينة لتوظيفها بشكل أو بآخر؟ خاصة أن أطراف لبنانيين تورطوا عسكريا وبطريقة مباشرة بالحرب الداخلية الدائرة بسوريا. فإلى أي درجة هذا الضلوع المنافي لسياسة النقي عن النفس يمكن أن يؤجج أكثر مشاعر انتقامية سلبية تتفاعل لدى النازحين؟ أما السؤال الأخطر فهو يعني المخيمات الفلسطينية، وبشكل خاص مخيم عين الحلوة. سمعنا الكثير داخل المخيم عن تنامي المنظمات الأصولية المدججة بالسلاح ومنى إرهابية، ومحاولتها لتنظيم صفوفها من الشبان النازحين اليائسين. فهل يسمع جرس الإنذار يلي أطلقوا لتحقيق المسؤول الفلسطيني الملقب باللينو؟ أسئلة وتساؤلات نطرحها
وهي برسم المسؤولين الأمنيين والسياسيين، هي برسم المجتمع المدني الناشط بلبنان. لعل يتم تحرك، تطلق مبادرة، ترتفع أصوات، وإلا الويل لأمة وبتعرفوا الكمين.